يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة كالعادة هتكون حلقة مهمة جدا جدا. ليه؟ لأن احنا هنتكلم على كل حاجة بتخص النادي الأهلي، بالتحديد عن مباراة الأمس، المباراة الرائعة اللي أسعدتنا كلنا كخطوة في طريق النادي الأهلي لإحراز بطولة الدوري العام هذا الموسم، وبالتحديد هذا الموسم الصعب جدا جدا من حيث المنافسة على لقب الدوري. فبالتالي امبارح كان فوز مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده الحلقه هنتطرق فيها للعديد من الامور اللي بتهم كل الاهلاويه في كل مكان، سواء فيما يخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وايضا بعض الاخبار العالميه وبعض الاخبار المحليه بكل تاكيد. لكن الاهم بالنسبه لنا في الحقيقه هي حاله النشوه والفرحه المؤقته. مهم جدا النشوه والفرحه المؤقته بالنسبه للنادي الاهلي بعد الفوز الكبير طبعا على فريق طالع الجيش بالامس. دي الاهداف اللي بنشوفها قدامنا، الهدف الاول كان لوليد ازارو، والهدف الثاني كان للمتالق علي معلول، اللي عايزين كلنا بصراحه نشكره بشكل كبير جدا على تالقه خلال الفترات اللي فاتت كلها، وبتحديد مباراه الامس كمان. جون حلو قوي قوي قوي، اسيست من وليد سليمان احد مكاسب هذه المباراه. علي معلول ما فكرش، الراجل راح شايط الكوره في الجول على طول في الدقيقه 90 كعاده الاهلاويه، العودة دائما مع النهايات في المباريات، والنادي الأهلي دائما متعودين منه على هذه الأهداف الرائعة في التوقيت ده. بالتالي امبارح فوز مهم جدا في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري. كان ناقص لك 7 مباريات، كسبت المباراة الثانية على التوالي بعد فوز على النادي المصري، فبالتالي ناقص لك 6 مباريات مهمين قوي. المباراة الجاية هتكون مع فريق النجوم، ومناسبة مباراة النجوم بشكل رسمي خلاص الميعاد بتاعها اتقدم شوية، كانت المفروض 8:15، دلوقتي خلاص بعد قرار رسمي اتحاد كرة القدم ولجنة المسابقات إن المباراة هتكون في تمام الساعة 7 مساء. هم متذكرين أسباب في الحقيقة في القرار، لكن يعني في اعتقادنا الشخصي أو اعتقاد كل المتابعين إن ده هيكون بسبب مباراة الزمالك والنجم الساحلي في بطولة الكونفدرالية، واللي هتكون بالتحديد في تمام الساعة 9 مساء يوم الأحد أيضا، فعشان يكون في فرصة للجمهور المصري بشكل عام إن هو يتابع المباراتين، مباراة للنادي الأهلي أكيد الناس كلها بتتابعها، مباراة كمان لنادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أكيد الناس كلها بتتابعها، خصوصا هي مباراة حاسمة، ونتمنى بكل تأكيد كل التوفيق لنادي الزمالك الممثل المصري في بطولة الكونفدرالية. لكن عموما نرجع لمرجعنا، والشيء الأهم بالنسبة لنا هو فوز النادي الأهلي بالأمس. في الحقيقة في عدد من الأمور اللي احنا عايزين نتكلم عنها، وبالتحديد المكاسب من مباراة امبارح. أولا صالح جمعة، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، لعيب انت ليه يا ابني كنت حاربنا يا ابني من كل التألق ده، يعني حاجة غريبة بصراحة. صالح جمعة ما شاء الله لعيب جامد جدا، يمين شمال موجود بيلعب بأي حاجة. الراجل لما الكرة بتبقى في رجله بنبقى مطمنين كمتابعين أو كأهلاوية بيتفرجوا على الماتش، لما الكرة بتيجي في رجل صالح جمعة أنت بتبقى مطمن إن هو هيطلع الكرة صح. ده السيروهات بتاعته كلها للجون على طول، يعني لعيب كبير جدا في الحقيقة، وإحنا مبسوطين جدا بمستوى صالح جمعة، والحمد لله ربنا هديه كده وربنا يكرمه ويكمل له عقله، وان شاء الله يفضل على هذا المنوال وهذا التألق، وان شاء الله الفتره الجايه يكون في تألق متزايد بالنسبه لصالح جمعه ومتصاعد كمان مع توالي المباريات، خصوصا ان صالح لاعب مهم قوي واكيد هيكون ليه دور كبير جدا مع منتخب مصر ان شاء الله باذن الله لو استمر بهذا المستوى في بطوله الامم الافريقيه اللي كمان شهر او شهر ونص بالتحديد. كمان من ضمن المكاسب عوده نجم كبير قوي 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 وهو وليد سليمان. الراجل نزل 10 دقائق او 8 دقائق تقريبا بالتحديد، حسينا ان الدنيا اتغيرت، حسينا ان في لعيب تقيل قوي قوي في الملعب، بجانب طبعا كل لعيبه النادي الاهلي كلهم لعيبه مميزين في الحقيقه وعندهم قدرات رائعه جدا، لكن وليد سليمان عودته بعد 5 6 شهور تقريبا غياب، غايب من شهر واحد، يعني حوالي 5 شهور غياب لوليد سليمان، عوده مهمه جدا، اضافه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، سواء من حيث الاداء الفني، من حيث الروح العاليه في المباريات اللي بيأديها وليد سليمان. وفي الحقيقه هو لاعب مميز جدا، وباذن الله هيكون ليه دور كمان كبير جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره الحاسمه المقبله وال6 مباريات المقبلين الحاسمين جدا جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري. مهم قوي قوي ان الفريق يسترجع لعبته الغايبين واحد تلو الاخر، ابرزهم وليد سليمان، في السكه كمان حسام عاشور اعتقد النهارده اتمرن المران الجماعي مع الفريق بجانب شريف اكرامي اللي عاد خلاص للتدريبات الجماعيه. العناصر بتاعت الخبره دي مهمه قوي معانا خلال الفتره الجايه، فعشان كده طبعا ده من ضمن المكاسب الكبيره بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه الامس وليد سليمان. ايضا مكسب مهم قوي وهو حسين الشحات. حسين الشحات لعب تقريبا الشوط الثاني كله بعد اصابه جيرالدو في الشوط الاول، ابتدينا نحس كده ان حسين الشحات راجع،
ابتدينا نحس بقدراته وفنياته العاليه جدا، ولعيب في الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي واثق فيه بشكل كبير جدا. بالتالي حسين ايضا من المكاسب الكبيره، وباذن الله الفتره الجايه كمان يكون افضل وافضل. وحسين اعتقد بس هو محتاج ثقه وهدف كده كويس، وهتلاقي الامور اتغيرت تماما، وهتلاقي كل الكلام اللي بيتقال على حسين دلوقتي هتسمع عكسه على طول لما باذن الله يكون متالق بالشكل اللي منتظرينه. واعتقد امبارح كانت البدايه بالنسبه لحسين الشحات، لكن في الحقيقه مستوى حسين الشحات هيكون مهم قوي قوي مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ومستوى اي لاعب الفتره الجايه في قائمه النادي الاهلي لما يكون مستواه مرتفع ويكون مركز بشكل كبير ويكون مدرك مدى اهميه المرحله ومدى اهميه الفوز ببطوله الدوري هذا الموسم، باذن الله كل لعيب هيفرق مع النادي الاهلي بطريقه كبيره جدا جدا. يعني ده اللي احنا ان شاء الله متوقعينه ومستنيينه خلال الفتره الجايه. طيب دي يعني ابرز المكاسب. المكسب الابرز بقى الشوط الثاني بالتحديد امبارح، مستر مارتين لاسارتي اتكلم بصراحه، يعني حسيت ان في شغل كده بيتعمل في الشوط الثاني، حسيت ان في كوتش في الملعب. افتكرت شويه كده حاجات مستر مانويل جوزيه لما كان بيطلع لعيب من نص الملعب ويهاجم وهو عايز يكسب، خلاص ما قداموش غير ان هو يكسب، طلع لعيب من نص الملعب وينزل حد في خط الهجوم او كبلاي ميكر مثلا، طلع لاعب من الدفاع وينزل لعيب في الهجوم. شفنا فتره من فترات مع مستر مانويل جوزيه وائل جمعه النجم الكبير جدا المدافع القوي جدا كان بيلعب مهاجم في بعض المباريات عشان الاهلي كان عايز يكسب. امبارح ميزه من مميزات هذه المباراه او مكسب من مكاسب هذه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي اداره مستر مارتين لاسارتي في الشوط الثاني للمباراه، فعلا التغييرات فرقت بشكل كبير ورجحت كفه النادي الاهلي وادت لفوز النادي الاهلي بالمباراه والهدف المتاخر لعلي معلول. فبالتالي اكيد يعني امبارح كان في شغل كويس جدا من الجهاز الفني من مستر لاسارتي، وبرده كل جمهور النادي الاهلي عنده الثقه الكامله في مستر لاسارتي في المرحله دي ان شاء الله باذن الله يكون هو السبب الرئيسي في فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري. الجميل كمان في علي معلول بالمناسبه شخصيته، انت تضيع ضربه جزاء وانت محتاجها ولازم تكسب وانك ترجع تحرز هدف الفوز، هي دي شخصيه لعيب النادي الاهلي اللي احنا عايزينها، اللي احنا بندور عليها واللي احنا بنتمناها واللي بيتمتع بيها بكل تاكيد كل لاعيبه النادي الاهلي. مش مهم خالص تضيع ضربه جزاء، المهم ان انت تكسب في الاخر. هدف علي معلول رائع جدا. بيفكركم بايه بقى الهدف ده؟ مع جون في فريق طلائع الجيش في فتره حاسمه في بطوله الدوري في الدقيقه 90، تمام، في ظل المنافسه القويه في بطوله الدوري، مكسب بثلاث نقاط مهمين جدا. الهدف ده بيفكرنا بايه؟ اكيد كلكم افتكرتوا هدف احمد فتحي في طلائع الجيش في 2009 بالتحديد، وكانت منافسه قويه جدا ما بين الاهلي والاسماعيلي على حسم بطوله الدوري. من ساعتها تقريبا ما شفناش منافسه على البطوله يعني، لكن المنافسه شفناها السنه دي اهو. السلام عليك، السلام عليك يا عمر. ده هدف احمد فتحي، ولا اعتقد مفيش جمهور يعني مفيش حد من جمهور النادي الاهلي ينسى الجون ده. جون كان مهم قوي، والنادي الاهلي لو الدقيقه كام يا جماعه قولوا لي كان الجون ده، اعتقد حاجه 90. النادي الاهلي كان لازم يكسب عشان يلعب مباراه فاصله مع الاسماعيلي اللي احنا لعبناها بعد كده في استاد الماكس، وجلبرتو عمل الاسيست لفلافيو المعتاد وحط فلافيو الجون وكسبنا الدوري ساعتها. فالهدف ده اكيد ما يتنسيش خالص، وعلى نفس غرار هذا الهدف النادي الاهلي بالامس يحرز هدف مشابه جدا وغالي جدا في مباراه طلائع الجيش ايضا. بالمناسبه المباراه دي كانت خلصت 3-1، كان ابو تريكه جاب جون التعادل بعد ما طلائع كانت اتقدمت بهدف، وبعد كده جاب احمد فتحي، وبعد كده محمد طلعت لاعب فريق المقاولون العرب الحالي. فان شاء الله باذن الله تكون دي بشره خير اخرى تبشر جمهور النادي الاهلي بالفوز ببطوله الدوري هذا الموسم، وده اللي احنا ان شاء الله باذن الله نتمناه. النادي الاهلي بعد ما كسب امبارح بقى متساوي مع فريق بيراميدز في النقاط، وليه كمان مباراتين عشان يتساوى مع فريق بيراميدز في المباريات، فبالتالي النادي الاهلي بقى عنده 64 نقطه وبيراميدز 64 نقطه ايضا. اللي تعثر امام فريق مصر المقاصه في المباراه بتاعت اول امبارح وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وفي الحقيقه طبيعي جدا ان انت لما بتلعب ماتشين كبار جدا 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 ومع الاهلي وتكسبه ومع الزمالك وتكسبه سقف الطموح بيقل شويه عند اللاعبين، وخصوصا ان يعني انت بتلعب فريق كبير زي الاهلي وزي الزمالك وبتكسبهم تاخد منهم 6 نقاط. فالفرق اللي هي مش متعوده قوي على ان هم يكسبوا الفرق الكبيره او اللي ما عندهمش الخبرات الكافيه مع ان عندهم امكانيات كبيره من اللاعبين في الحقيقه،
لكن بيحصل هبوط في المستوى. بنشوف فرق كتير جدا بتتعرض لهذا الموقف لما تكسب اهلي او زمالك. ده اللي حصل في الحقيقه مع بيراميدز، وهنا فارق الفارق ما بين الفرق او الانديه في بطوله الدوري. الشخصيه دي موجوده عند النادي الاهلي بكل تاكيد. النفس الطويل، ان انت لازم تكسب، حتى لو كسبت مين لازم تكسب. هو اكبر حد في مصر الاهلي والزمالك، اكبر فرقتين. فانت لما تكسب اكبر فرقتين في مصر طبيعي جدا بيحصل هبوط في المستوى، فبتتعادل. وده اللي حصل في الحقيقه مع بيراميدز، لان سقف الطموح بالنسبه لك انك تكسب اهلي والزمالك بس، مش اكتر يعني. لكن في كل الاحوال بيراميدز يظل منافس على بطوله الدوري، حتى لو الامال بتاعته قلت شويه، لكن الامال بتزيد بشكل كبير جدا عند النادي الاهلي اللي كل الفرص في ايده، في المقابل عند نادي الزمالك اللي ايضا عنده فرص في الفوز ببطوله الدوري في حاله تساوي في المباريات والانتصارات. الزمالك كده ليه مباراه هيلعبها عشان يتساوي مع النادي الاهلي، هيبقى فارق نقطه للنادي الاهلي، وفرص النادي الاهلي الطبيعي جدا هي الاكبر. لكن الزمالك ايضا في المنافسه بشكل قوي، المنافسه اعتقد كده او كل الناس شايفه الكلام ده، ان المنافسه ما بين اهلي والزمالك بس حتى الان في بطوله الدوري. وفي النهايه اكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بالفوز بهذا اللقب. طيب في الحقيقه كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه على مدار الحلقه. خليني اقول لكم ان النص الثاني من حلقه النهارده هيكون معانا الضيف العزيز والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوسي، وهتكون فقره مميزه جدا علشان هنتطرق لبعض الامور على الساحه الرياضيه المصريه بشكل كامل، وبالتحديد كمان فيما يخص النادي الاهلي، مباراه الامس والاستعدادات كمان للمباراه المقبله. بالمناسبه النادي الاهلي استأنف تدريباته مباشره اليوم الساعه 4 عشان يستعد لمباراه النجوم، وهي ايضا مباراه صعبه جدا. مدير فني كمان كابتن رمضان السيد مدرب كويس جدا، المدرب الجديد لفريق النجوم. فريق النجوم بيودع تقريبا بطوله الدوري، فمهم جدا ان هو يكسب النادي الاهلي. من هنا جايه صعوبه هذه المباراه، من هنا جاي ضروري تركيز النادي الاهلي وطوي صفحه الفوز على طلائع الجيش. وده اللي بيحصل دايما من النادي الاهلي، انك تكسب مباراه او بتخسر مباراه لا قدر الله بتفكر في اللي بعديها على طول، وده اللي متعود عليه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بكل تاكيد. نتمنى كل التوفيق في مباراه يوم الاحد ان شاء الله باذن الله، اللي خلاص بشكل رسمي بقت في تمام الساعه 7 مساء. كل التوفيق للنادي الاهلي فيما تبقى من مشوار في بطوله الدوري العام. خلينا نروح نشوف اهم عناوين حلقتنا النهارده، يلا بينا. الاهلي يبدا الاستعداد للنجوم بدون راحه. يوسف: أغلقنا ملف الطلائع وتركزنا على مواجهة النجوم. عبد الحفيظ: عودة وليد سليمان مكسب وإضافة كبيرة للفريق. الأهلي يطمئن على جيرالدو. لوائح الكاف تمنع المنتخب من مواجهة غينيا وديا على استاد القاهرة. الجبلية تعلن موعد نهاية الدوري. الأرقام تنصف ليفربول رغم الهزيمة من برشلونة. طيب دي اهم عناوين حلقتنا النهارده، الحلقه الهامه جدا، واكيد كلام كتير مهم سواء عن النادي الاهلي او عن الاخبار المحليه ومنتخبنا الوطني اللي كلنا بندعمه وبنسنده وبنساند كل المنظومه بشكل كامل، المنظومه الرياضيه المصريه ومنظومه كره القدم بالتحديد، عشان المنتخب باذن الله والاستعدادات لبطوله الامم الافريقيه وكيفيه الفوز بهذا اللقب الغالي واللي هيكون باذن الله على الاراضي المصريه في تواجد الجماهير ان شاء الله باذن الله لتؤازر المنتخب في هذه البطوله. وممكن ان شاء الله باذن الله مع نهايه الحلقه كمان نتطرق لبعض الاخبار العالميه وتحديد دوري ابطال اوروبا. وللاسف للاسف الشديد بالنسبه لي انا شخصيا يعني، بالنسبه لناس كتير من المصريين اللي بيشجعوا محمد صلاح، امبارح هزيمه كانت كبيره لليفربول 3-0. ميسي كسب ليفربول وما فيش عنوان يتقال غير كده. ميسي ده حاجه غريبه جدا يا جماعه بصراحه، لعيب فعلا فعلا من كوكب تاني، فعلا من كوكب تاني، بيعمل حاجات غريبه في الكوره. الهدف الثالث بالتحديد والتاني ليه صعب قوي يعني، حد يشوط كره من بعيد كده تخش جون، غريبه جدا، فاول حاجه صعبه يعني. فعموما لسه في مباراه الاياب يوم الثلاثاء الجاي على الانفيلد في ملعب ليفربول في انجلترا، ممكن يكون في امل او بصيص من الامل، لكن الموضوع صعب قوي اعتقد يعني. 99% خلاص برشلونه وصلت نهائي الشامبيونز ليج، وهتقابل بنسبه كبيره اياكس المنتصر على توتنهام في ملعب الوايت هارت لين ملعب توتنهام. ف
فالفرص هتكون بالنسبه للايكس اكبر يعني في مواجهه برشلونه كمان في النهائي، لكن اكيد نتمنى ان يحصل في الامور اموره يقدر ليفربول يتخطى عقبه برشلونه ويوصل للنهائي، يعني نتمنى اكيد. طيب خلينا نروح نشوف اهم ما كتب عن النادي الاهلي في صحف النهارده ايه، يلا بينا. مجله الاهلي بروح الفانيلا الحمراء، الاهلي نابو ازرق. مجلة الأهلي، الأهلي يستطلع هلال الدوري بعرض هجومي رائع تخطى الطلائع ويلامس النجوم الأحد. الأهرام، الأهلي يشارك بيراميدز قمة الدوري بعد الفوز على طلائع 2-1، معلول أدرك الفوز بهدف من بطن اليأس وعلامات استفهام على تغييرات لاسارتي فعلا. طيب الأخبار، الأهلي يحقق فوزا صعبا على طلائع 2-1، أزارو يتقدم وجمال يتعادل ومعلول يهدر ضربة جزاء ويحرز هدف الفوز الأحمر. المسا، الأهلي عاد للصدارة والبركة في وليد. الأخبار المسائي، الأهلي يغول بهدف معلول، الأحمر يحبط مغامرة الطلائع في الوقت القاتل ويصل النقطة 64. المسا، معلول أعاد الأهلي للقمة، الأحمر فاز على طلائع 2-1 في الوقت القاتل. الأخبار، يوسف ينفي شائعة رحيله عن الأهلي. طبيعي جدا بعد كل مباراه بالنسبه للنادي الاهلي او اي نادي او لاي نادي يعني بشكل عام، لكن احنا بنركز هنا على النادي الاهلي بكل تاكيد ومجرياته المستمره في بطوله الدوري هذه الفتره الصعبه والمهمه جدا بالنسبه للفريق، فطبيعي جدا كل الصحف ثاني يوم دايما بتتكلم على الانتصار وابرز الجوانب اللي في هذا الفوز او في هذه المباراه بشكل عام، سواء انتصر النادي الاهلي او هزم لا قدر الله، فطبيعي جدا كل الاخبار عن النادي الاهلي بتتعلق بمباراة الأمس، وممكن تكون بتتعلق بمباراة لو في مباراة بكرة يعني. فكلام الصحف كله عن المباراة امبارح وفوز النادي الأهلي، خلينا نبتدي بمجلة الأهلي واللي قالت إن الأهلي بيستطلع هلال الدوري، ودي حقيقة فعلا. أنت فزت فوز مهم جدا على فريق كرويا رخم، فريق طلع الجيش كرويا رخم، وفريق أفقد نادي الزمالك في المنافسة نقطتين، اتعادل معاه 2-2 في مباراة سابقة ليهم يعني. فبالتالي أنت قدرت إن أنت تفوز على فريق صعب شوية. وبمناسبة فريق طالع الجيش بصراحة عندهم مدير فني كويس جدا وعندهم لاعب مميز قوي قوي قوي، هو مصطفى محمد مهاجم فريق طالع الجيش، اعتقد ان هو معار من نادي الزمالك لكن هو مستقبل الكرة المصرية في الحقيقة، عنده ستايل مميز جدا كمهاجم، واحنا بقالنا فترة ما نشوفش القدرات دي في مهاجم في مصر يعني. فلكن بالتالي نرجع للمباراة، كمان من ضمن العنوان بتاع مجلة الأهلي بيتكلموا عن العرض الهجومي الرائع اللي تخطى بيه النادي الأهلي فريق طلائع الجيش. واحنا شفنا في الحقيقة مباراة الأمس النادي الأهلي كان تقريبا مسيطر على المباراة كلها. هم أول 5 دقايق في الشوط الثاني أو أول 10 دقايق في الشوط الثاني طلائع الجيش قدر إن هو يرجع بهدف التعادل، لكن في المقابل النادي الأهلي على مدار المباراة كلها تقريبا مسيطر، تقريبا بيحاول بشكل كبير جدا. الميزة كمان إن أنت بعد ما ضيعت ضربة جزاء في لقطه لعلي معلول وبعد ما ضيع ضربه جزاء عمرو السولية بيشده كده بيقول له يلا انسى ركز في اللي جاي، دي عاده لعيبه النادي الاهلي، دي شخصيه لعيبه النادي الاهلي. فبالتالي فوز امبارح بيديك امال وبيديك تنبؤات كده ان خلاص باذن الله ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكمل هذه المنافسه وهذه الانتصارات عشان يقدر يفوز ببطوله الدوري هذا الموسم، فبيدي تفاؤل شويه عند الجماهير باذن الله يعني. نروح للاهرام واللي بتقول ان الاهلي خلاص كده بيشارك فريق بيراميدز في عدد النقاط وفي قمه بطوله الدوري، الاثنين عندهم 64 نقطه، مع وضع في الاعتبار ان النادي الاهلي ليه ماتشين مؤجلين عن بيراميدز، فانت تكسب الماتشين تبقى انت فارق عن بيراميدز 6 نقاط وتبقى خلاص يعني، بيراميدز ممكن بنسبه كبيره يكونوا خارج المنافسه يعني، لان الزمالك كمان لو كسب ماتشاته المؤجله هيبقى فارق عن بيراميدز 5 نقاط يعني. فالامور بتنحصر بشكل كبير جدا ما بين الاهلي والزمالك، لكن برضه في النهايه بيراميدز عاملين طعم للدوري في الحقيقه عشان نقول لينا ولا علينا هذا الموسم من حيث المنافسه بشكل عام على بطوله الدوري.
فبالتالي التطرق كمان في هذا الخبر او هذا العنوان لعلي معلول اللي ادرك الفوز للنادي الاهلي بهدف مهم جدا مع نهايه المباراه. لكن الحته اللي انا عايز اعلق عليها بصراحه في العنوان ده، انا ما اعرفش مين اللي كاتبه يا جماعه بصراحه، كان ايا كان مين زميلنا الصحفي اللي كتب هذا الخبر، استاذ وليد سعد الدين، كاتب ان في علامات استفهام على تغييرات لاسارتي. انا بختلف معاه بشكل كبير جدا، او ناس كتير كمان بتختلف معاه، لان التغييرات جابت مفعول او حققت المطلوب بالنسبه للنادي الاهلي. انت خرجت حمدي فتحي ونزلت جونيور اجاي، خرجت ياسر ابراهيم ونزلت وليد سليمان، وفي تغيير كان اجباري اللي هو خروج جيرالدو ونزلت مكانه حسين الشحات. فبالتالي تغييراتك كلها هجوميه. اعتقد في الفتره الاخيره من المباراه النادي الاهلي كان بيلعب بسته في الثلث الامامي، سته جوه هناك في الهجوم، وده اصفر عن ضغط كبير جدا من النادي الاهلي، ضغط هجومي قوي جدا كان واضح. بالتالي اصفر كمان عن هدف علي معلول اللي قدر من خلاله ان هو يتقدم النادي الاهلي في وقت قاتل. فازاي تغييرات غريبه؟ هو احنا لو الراجل اتاخر في التغييرات نقول الراجل ما بيغيرش، لو الراجل غير كويس نقول لا الراجل تغييراته غريبه. طب احنا نعمل ايه يعني؟ مش عارف. انا شايف او ناس كتير، انا ما بحبش انا اقول ان انا شايف، لان في ناس فنيين في الكوره احسن مني بكتير، ونجوم كوره لعبوا ونجوم كبار جدا اشادوا بتغييرات مستر مارتين لاسارتي بالامس. ان انت تحس ان في كوتش في الملعب مش باكي على حاجه، انت عايز تكسب المباراه وانت النادي الاهلي، وده اللي احنا عايزينه من فتره كبيره. انت النادي الاهلي لازم تكسب، لازم. لو انت متعادل او خسران لازم يبقى عندك مجازفه، خلاص انت بتلعب على بطوله لازم تجازف، وده اللي حصل فعلا امبارح مستر لاسارتي. فلازم كل الاشاده بهذا الرجل وهذا المدرب في الحقيقه بمباراه الامس، وكمان الاشاده باللاعبين والاشاده بالتغييرات في الحقيقه اللي اسفرت عن النتيجه المطلوبه بالنسبه للنادي الاهلي، وهو الفوز وحصد 3 نقاط، وده اللي طلع بيه النادي الاهلي بالمباراه نتيجه لتغييرات مستر مارتين لاسارتي او الجهاز الفني، ممكن بالتشاور بالجهاز الفني بشكل كامل، ونتيجه كمان لتالق وتركيز اللاعبين الشديد. روح النادي الاهلي رجعت بشكل كبير جدا بدايه من مباراه المصري، روح الفانيلا الحمراء كمان رجعت بشكل كبير جدا، الكل عنده روح كبيره جدا في الفوز وضروره ان انت تكسب بشكل كويس، وفعلا الاداء كان كويس سواء امبارح او مباراه المصري، وباذن الله كمان مباراه النجوم وما بعدها من مباريات. هيبقى عندك تقريبا الاسماعيلي بعديها او سموحه الاول، عندك سموحه الاول، فبالتالي هيبقى كلها مباريات صعبه ومهمه. مهم جدا ان انت تكمل بنفس المستوى وبنفس الاداء، والاهم من كل ده انك تكسب ال3 نقاط في كل مباراه عشان تاخد البطوله باذن الله. لا قدر الله برده في ال6 ماتشات انت لو تعادلت ماتش وكسبت 5 انت بطل الدوري. فالامور كلها في المتناول، والامور كلها في ايد لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، وان شاء الله باذن الله المراد يتحقق لكل الجماهير الاهلاويه باذن الله ان شاء الله. طيب نروح لخبر اخر من جريده المساء، واللي بتقول ان الاهلي عدل الصداره والبركه في وليد سليمان. واحنا اتكلمنا عن وليد في بدايه الحلقه في الحقيقه، لعيب مهم قوي، عودته يعني ضروريه جدا جدا بالنسبه لنادي الاهلي. وليد لما نزل اخر 8 10 دقائق تقريبا حسيت بفرق شويه، حسيت ان في لعيب مهم في ارضيه الملعب، لعيب المنافس بيعمل له حساب كبير قوي قوي قوي. لعيب قتيل على كل كوره، وليد سليمان ده بيبقى مموت نفسه على كل كوره في الحقيقه، وفي بعض الكرات مع نهايه المباراه بيقطع الكوره من المنافس باصرار كبير قوي. ما تلاقيهوش غير عند وليد سليمان وبعض اللاعبين في النادي الاهلي في الحقيقه يعني. وانا نفسي كل لعيبه النادي الاهلي تتعلم من وليد سليمان الروح القتاليه في الملعب، والاصرار على الفوز، والاصرار على اكتساب الكره من المنافس. في بعض الجزئيات كده اللي احنا يعني دي حاجات من ريحه ابو تريكه ووائل جمعه وعماد متعب وعماد النحاس، الجيل العظيم ده، وبركات طبعا جيل عظيم جدا، وكمان سيد معوض لو قعدنا نقولهم هنقول ناس كتير يعني. ليه وليد سليمان كان مع الناس دي؟ فوليد سليمان هو اللي عنده الحاجات دي، ومهم جدا ان هو ينقلها للاعبين الموجودين اللي هم اوريدي في بعضهم عنده هذه الامور المهمه جدا في الملعب يعني. فوليد سليمان عودته مهمه بكل تاكيد بالنسبه للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله ربنا يحفظه من الاصابات ويحفظ كل لعيبه النادي الاهلي من الاصابات، ويرجع الناس اللي هم مصابين اصلا يرجعوا كمان يدعموا صفوف الفريق في المرحله الحاسمه المقبله ان شاء الله باذن الله. طيب من ضمن الاخبار كمان، وده خبر مهم في الحقيقه، من الاخبار بيقول او الاخبار بتقول ان يوسف
ينفي شائعة رحيله عن النادي الأهلي، وكلام كتير ممكن يكون طلع خلال الفترة اللي فاتت إن الكابتن محمد يوسف مدرب العام في فريق النادي الأهلي أو في الجهاز الفني للنادي الأهلي إن هو يعني مش مبسوط وإن هو بيفكر يمشي وإن هو بيفكر يرحل. أعتقد من خلال تصريحات كابتن محمد يوسف بالأمس على شاشة قناة الأهلي أكد إن هم كلهم بيشتغلوا على قلب رجل واحد وإن هم كلهم مركزين في هدفهم بالفوز بأي بطولة بيشاركوا فيها. فقدوا دوري أبطال أفريقيا، فقدوا البطولة العربية، لكن عندهم إصرار كبير جدا إن هم يفوزوا ببطولة الدوري. في الحقيقة كابتن محمد يوسف من المدربين الكبار جدا، واللي هو في أي مكان يطلب النادي الأهلي فيه منه إن هو يكون متواجد بتلاقيه مدير فني، الراجل بيكون موجود وبيجيب لك بطولات كمان، مدرب عام بيكون موجود وبيساهم في البطولات. حتى سواء كان الكوره الراجل كان بيشارك في اكتر من مركز، سواء كباك رايت او باك ليفت او كمساك او كوسط ملعب، يعني لعيب كان كبير جدا ومدرب كمان كبير جدا كابتن محمد يوسف. وجوه النادي الاهلي كل واحد عارف واجباته كويس قوي وعارف دوره وحدوده كويس جدا، ومن ضمن الناس اللي عارفه الامور دي كويس قوي هو الكابتن محمد يوسف. فالاشاعات دي او الكلام ده ما تصدقوش خالص، ما حدش يصدق الكلام ده خالص. كابتن محمد يوسف مستمر مع النادي الاهلي، مستمر مع في الجهاز الفني للفريق بقياده مستر مارتين لاسارتي، وبيحاول بكل قوه ان هو يساعد الجهاز الفني ويساعد اللاعبين والنادي بشكل كامل بالفوز بالبطولات وحصد النقاط في المرحله اللي جايه في بطوله الدوري. فالكلام ده ما حدش يصدقه خالص. كابتن محمد يوسف احد ابناء النادي الاهلي المخلصين جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب دي كانت الاخبار اللي كتبت عن النادي الاهلي في الصحف، ايه بقى اللي كتب في المواقع؟ يلا نروح نشوف. الموقع الرسمي للنادي الاهلي: الاهلي يبدا اليوم استعداداته لمواجهه النجوم. البوابه سبورت: محمد يوسف جهاز الاهلي اغلق ملف اللقاء الطلائع. فيتو: عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة النجوم وعودة وليد سليمان. في الوطن سبورت: لاسارتي يجتمع بجهازه المعاون للترتيب لموقعة النجوم. اليوم السابع: حسام عاشور ينتظم في مران الأهلي الجماعي وخافيير يجهز الأساسيين. الشروق: الأهلي يوضح آخر تطورات حالة جيرالدو. سوبر كورة: رامي ربيعة بديل ياسر إبراهيم أمام النجوم في الدوري. يلا كورة: أمير توفيق برزنتيشن خطبتنا لتحديد مكان المعسكر الخارجي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي اتكلم عن استعدادات الفريق لمباراه النجوم المقبله، وزي ما قلت لحضراتكم الفريق النهارده استأنف تدريباته مباشره بعد مباراه الامس، وبيستعد من خلال هذه التدريبات لمباراه مهمه جدا امام فريق النجوم. وفي الحقيقه اي مباراه جايه سواء فريق كبير او فريق صغير هي مباراه مهمه. ليه؟ لان هي مباراه بطوله. ليه؟ لان انت اي نقطه هتكسبها هتفرق معاك في بطوله الدوري، مش حاجه في اي نقطه، انت اي ثلاث نقط هتكسبهم هيكونوا بيقربوك بشكل كبير لبطوله الدوري. فمن هنا جاية أهمية الاستعدادات للنادي الأهلي مباراة النجوم، وده اللي تطرق ليه الموقع الرسمي للنادي الأهلي. والكلام كله على أن التدريب النهاردة طبعا في 8 الساعة الرابعة عصرا زي ما احنا عارفين، وأكيد كان في محاضرة قبل المران من مستر لاسارتي للاعبين والجهاز الفني بالكامل. تمام، ولا يهمك، يلا. فبالتالي مهم جدا أن أنت تركز في المباريات، مهم جدا أن أنت تبقى حاطط قدامك هدف اساسي للفوز بالمباريات، وهدف اساسي ان انت تستعد بشكل كويس جدا، وده اللي بيشتغل عليه الجهاز الفني للنادي الاهلي. محاضره هتكون او كانت مهمه قبل المران، تدريبات كمان مهمه هيكون فيها بعض الجوانب الاستشفائيه لبعض اللاعبين اللي شاركوا في المباراه بشكل كبير جدا في مباراه الامس، او شاركوا في عدد كبير من الدقائق يعني في مباراه الامس. في المقابل هيكون في تدريبات بدنيه للاعبين المستبعدين من المباراه بتاعت امبارح، وان شاء الله يكون استعدادات قويه لمواجهه النجوم اللي ان شاء الله هتكون يوم الاحد الجاي في تمام الساعه 7 مساء ان شاء الله باذن الله. خبر اخر وهو خاص بالوطن سبورت. طيب قبل ما نروح للوطن سبورت خلينا نستقبل على الهاتف زميلنا العزيز محمد طه مراسل قناه الاهلي. يا ابو حميد مساء الخير عليك. مساء
مساء الخير عليك يا امير، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد زي ما انت طمنا يا محمد كده على التدريب وعلى استعدادات النادي الاهلي لمباراه النجوم وعلى الروح المعنويه بالنسبه للاعبين بعد الفوز بمباراه الامس كمان. بالفعل طبعا هو في روح عاليه جدا طبعا بعد انتصار الامس امام طلائع الجيش، ويمكن الاهلي اليوم استأنس تدريباته بعد العوده من الاسكندريه لمباراه النجوم المقبله. يمكن تجمع الفريق اليوم كان في الثالثة عصرا، وبدأ المران في الساعة الرابعة. يمكن بدأ المران بمحاضرة من مستر لاسارتي للاعبين، واتكلم فيها عن طبعا النجاح اللي أدوه اللاعبين بالأمس والروح اللي ظهر على اللاعبين، واتكلم عن أهم شيء الفترة المقبلة والمباراة المقبلة والنظر إليها، لان قدام الاهلي مشوار مهم جدا للتتويج ببطوله الدوري، وان لازم سريعا يتقفل كل الملفات بعد كل المباريات والنظر لمباراه تلو الاخرى. عمرو جمال واحمد علاء يمكن النهارده هم ادوا تدريبات بدنيه بشكل فردي النهارده واستكمال البرنامج التاهيلي ليهم. كان في ايضا النهارده من مستر لاسارتي جلسه مع حسين الشحات في بدايه المران. وكان في ايضا جلسه مطوله ايضا مع رمضان صبحي. ايضا مروان محسن اللي طبعا شعر ببعض الاجهاد بالامس وخرج من قائمه الفريق في المباراه، يمكن ما شاركش النهارده في التدريبات الجماعيه لكن ادى بعض التدريبات البدنيه في الجيم. طبعا المستبعدين النهارده اللي هم الاساسيين اللي ادوا المباراه بالامس كان عندهم بعض التدريبات في الجيم. وايضا كان في جري حوالين الملعب، وبعدين ادوا التدريبات في الجيم. باقي اللاعبين طبعا ادوا بقيه المران، كان عباره عن بعض الفقرات التدريبيه وعمل جمل بين اللاعبين في المساحات الضيقه، وكان في تقسيمه بين اللاعبين وبعضهم. يمكن خليني اقول لك ايضا ظهر فيها العربي بدري طبعا هو مواليد 2001 بشكل كبير جدا، لعيب مميز تألق جدا جدا يعني، وهيكون له مستقبل كبير جدا مع فريق النادي الاهلي. وتألق ايضا وليد سليمان واحمد الشيخ وبعض اللاعبين اللي شاركوا في المران، وحتى كمان صلاح محسن عمل كوره جميله جدا في المران، داول كيك كده جميله الكوره اترفعت له واحرز منها هدف جميل جدا، حتى الكل توقف في المران وسقف له على هذا الهدف. اعتقد دي روح جيده جدا من اللاعبين لتحفيز اللاعب نفسيا حتى عشان الفترة المقبلة. أيضا جيرالدو لم يشارك النهاردة في المران بشكل نهائي. طمنا على حالة جيرالدو بشكل مفصل. يعني هو جيرالدو حاليا بعد طبعا الكدمة اللي تأثر فيها بالأمس في المباراة، يمكن كان فقد الوعي كده للحظات، لكن عاد بشكل سريع يعني، والأمور أصبحت على ما يرام. كويس. ولكن طبعا مستر لاسارتي اليوم فضل أن اللاعب يتمتع براحة كاملة عشان ما يبقاش فيه أي نوع من الإجهاد. ومن الغد إن شاء الله هيستكمل المران مع باقي الفريق. أيضا بالنسبة لفقرة حراسة المرمى، شارك فيها إكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق طبعا اكيد مع الكابتن طارق سليمان. تمام. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي في بعض الاستشفاءات لبعض اللاعبين والاستريتش كده اللي قضوا التقسيمه، واعتقد لحظات وهينتهي المران، وان شاء الله بكره المران هيكون في نفس الموعد. الناحيه المعنويه بقى عند لعيبه النادي الاهلي اخبارها ايه يا محمد، وخصوصا ان احنا خلاص في مراحل حاسمه من بطوله الدوري، مباريات كلها ورا بعض، مهم جدا ان شاء الله باذن الله الفريق يفوز بكل مباراه. طمني على لعيبه النادي الاهلي من الناحيه النفسيه والمعنويه بالتحديد بعد فوز الامس كمان. طبعا يمكن زي ما انت وكل متابعي النادي الاهلي شافوا امبارح الفوز في الدقائق اللي هي المفضله لدى النادي الاهلي. الدقائق دي بس مش بتعكس الفوز بس في ان هي دي كتميمه النادي الاهلي، لكنها بتعكس حاله نفسيه جيده جدا. الفوز في التوقيت ده بالذات بيعكس حاله وبيخلق روح عاليه جدا عند لاعبي النادي الاهلي، وده اللي حصل بالامس بعد المباراه. وده تاثيره واضح حتى النهارده في المران، اللعيبه وهي داخله المران في حاله من الجد وحاله من الابتسامه، وعندهم يعني حافز معنوي كبير جدا، ويمكن تقراها على وشهم كده، احنا عايزين المباراه اللي جايه على طول بسرعه ليها ان شاء الله، لان احنا جاهزين بده. واعتقد امير ان الدقيقه الاخيره في احراز الهدف هي سر
ارتفاع الروح المعنوية، وهتكون هي كلمة السر في الفترات المقبلة. يعني لو كان الفوز جاء في وقت مبكر شوية ما كانش هيبقى بنفس الروح اللي أنا شايفها فيهم دلوقتي، لأنها يعني طلعت الطاقة الإيجابية اللي بس بيني وبينك يا محمد، إحنا دايما بنبقى عايزين الأهلي يجيب فوز في وقت مبكر شوية عشان بس أعصابنا والمباراة في الآخر الدنيا بتتوتر شوية. أكيد طبعا. لكن هي ميزة طبعا زي ما أنت بتقول إن أنت تكسب في الدقيقة 90 دي حاجة كويسة. التوقيت ده يعني يخرج الطاقة والروح تنفجر بالشكل ده بالظبط، تفضل بقى تأثيرها مستمر مع لاعبي النادي الأهلي في المباريات القادمة. عاشور عايز أطمن عليه. لا عاشور كويس، ممكن قدامي هو بيأدي حتى المران الاستشفائي او الاستشفاء الاخير بعد التقسيمه، وانال حتى كمان اشاده مستر لاسارتي اللي كان واقف بيتابع التقسيمه بشكل كبير جدا، وحرص طبعا مستر لاسارتي توجيه لاعب داخل التقسيمه، ويمكن في روح كويسه جدا جدا اعتقد ان شاء الله هتؤتي بثمارها في الفترات المقبله ليتوج الاهلي بطلا للدوري هذا الموسم ان شاء الله باذن الله. محمد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، زميلنا العزيز محمد طه رئيس القناه النادي الاهلي، طمنا بشكل كبير جدا على فريق النادي الاهلي عقب الفوز بالامس، الفوز الغالي في الحقيقه، وكمان استعدادا للمباراه المقبله ان شاء الله امام فريق النجوم اللي هتكون يوم الاحد اللي جاي. طيب نروح لبقيه العناوين الخاصه بالمواقع واللي اتكلمت عن النادي الاهلي، وبتحديد من الوطن سبورت بيتكلم عن ان مستر لاسارتي بيجتمع بجهازه المعاون للترتيب لموقعه النجم، وده شيء بيبقى معتاد يعني من الجهاز الفني للنادي الاهلي باهميه بعد كل مباراه انك لازم تشوف المباراه اللي بعديها، تقعد بيبقى في اجتماع ما بين الجهاز الفني عشان يستقروا على برنامج الاعداد للمباراه المقبله على طول، بعض الامور كمان الفنيه، بعض الامور التكتيكيه، اهم المميزات والعيوب في المباراه السابقه، كلها بتبقى حاجات يعني بديهيه وطبيعيه جدا للجهاز الفني بالنادي الاهلي. نتمنى لهم كل التوفيق في اختيار الاصلح سواء من ناحيه التشكيل او من ناحيه الطريقه التكتيكيه اللي ممكن يلعب بيها النادي الاهلي في المباريات المقبله، او حسب كل مباراه بيبقى ليها سيناريو واستراتيجيه خاصه يعني عند الجهاز الفني. كل التوفيق ان شاء الله لمستر لاسارتي وجهازه المعاون. اليوم السابع اتكلمت على حسام عاشور، وطمنا خلاص محمد طه طبعا عن حسام عاشور ان هو خلاص بيشارك في التدريبات الجماعيه، وعودته اكيد هتكون مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لاعب خبره كبيره جدا، نتمنى له ان شاء الله ان هو يكون جاهز بدنيا بشكل كبير قوي. كمان الشروق تطرقت لقصه جيرالدو وحالته، جيرالدو يعني زي ما قال كده برده زميلنا محمد ان جيرالدو تعرض لزي اغماء كده سريع بعد الخبطه، هي خبطه في الحقيقه جامده جدا من الحارس محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، خبطه كانت قويه فبالتالي حصل ارتجاج كمان خفيف قوي في المخ وفقدان مؤقت للذاكره. ما بين الشوطين اللعيب كان بقى كويس خلاص، بس مستر لاسارتي فضل ان هو يريحه من المباراه او من بقيه المباراه ونزل حسين الشحات، وكمان فضل ان هو يريحه من مران اليوم، يمكن هيشارك في التدريبات من بكره ان شاء الله بشكل طبيعي جدا يعني باذن الله. سوبر كوره بتتطرق كمان لغياب ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم المدافع مميز جدا في الحقيقه، وشفنا مدى اهميه هذا اللاعب في خط دفاع النادي الاهلي، حصل على الانذار الثالث امبارح في المباراه فبالتالي هيغيب عن المباراه المقبله امام النجوم، اللي هيعوض اكيد ياسر ابراهيم هيكون رامي ربيعه بجوار ايمن اشرف في خط الدفاع، عندنا كمان في محمد نجيب، عندنا احمد علاء، بس محمد نجيب واحمد علاء يمكن بعيد شويه عن المباريات، فالاقرب اكيد هو رامي ربيعه هو اللي يكون متواجد في هذه المباراه وعشان يحل محل ياسر ابراهيم في مباراه يوم الاحد ان شاء الله باذن الله. أمير توفيق ده من يلا كورة، أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي قال إن شركة بريزنتيشن اتكلمت مع النادي الأهلي وخطبة النادي الأهلي تحديد مكان المعسكر الخارجي، واللي من المقرر إن شاء الله إن هو يكون في الصيف ده على حسب طبعا موعد انطلاق الدوري أو انتهاء الدوري الأول، لأن إحنا لسه مش عارفين الدوري بالظبط هيخلص إمتى، وبعد كده نشوف الدوري هيبتدي امتى، وفي النص اكيد هيكون في معسكر يعني للنادي الاهلي وكل الفرق بشكل كامل، لكن فيما يخص النادي الاهلي بالتحديد يعني شركه بريزنتيشن خطبه النادي الاهلي، عشان واحنا طبعا عارفين ان شركه بريزنتيشن الشركه الراعيه للنادي الاهلي اتكلمت مع الناس في النادي عشان تتفق معهم على مكان المعسكر الخارجي بالنسبه للفريق هيكون فين، ده هيكون طبعا على او بناء على ترتيبات الجهاز الفني، هو اللي هيقرر المكان الانسب والمناخ الانسب للنادي الاهلي لمعسكره الخارجي استعدادا للموسم الجديد اللي هيكون اكيد فيه تحديات كتيره جدا، اهمها بطوله دوري ابطال افريقيا بقى ان شاء الله باذن الله، نتمنى ان الاهلي السنه الجايه يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا يعني. وكل البطولات في الحقيقه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب دي كانت اخبار النادي الاهلي في المواقع.
خلينا نروح نشوف بقى ايه اهم الاخبار المحليه وكمان اهم الاخبار العالميه وكمان اخبار محترفين في الخارج. يلا اليوم السابع، كاف يمنع مصر من خوض وديه غينيا بستاد القاهره. البوابه سبورت، وزير الرياضه يوجه بسرعه الانتهاء من اعمال تطوير استاد القاهره. الوطن سبورت، امم افريقيا تحت الحمايه المشدده وعقوبات قاسيه تنتظر المشاغبين في المباريات. الشروق، عامر حسين يكشف عن موعد نهايه الدوري. بوابة أخبار اليوم، اتجاه لإقامة مباراة القمة بعد أمم إفريقيا 2019. سوبر كورة، قرار ب 50 ألف دولار الجبلية تناقض إقدام الحكام الأجانب. الخبر ده مهم أوي. ماشي. كورة، ميسي ينافس زميله وثنائي أياكس على جائزة الأفضل بجولة الأبطال. سبورت، 360 أرقام تجعل من لقاء برشلونة وليفربول الأغرب على الإطلاق. يلا كورة، لا تقارنوه باللاعب رقم 7، ماذا قالوا عن السير ميسي بعد تألقه أمام ليفربول في ليلة الأبطال. يورو سبورت عربية، ميسي 600 رصاصة في قلوب المنافسين. في الجول، مونتيري بطلا لدوري ابطال الكونكاكاف ويحجز اولى بطاقات كاس العالم للانديه. بوابه الوفد، كاسياس يوجه رساله لجماهير بورتو بعد الازمه القلبيه. جول، طبيب كاسياس يحذر قد يضطر لاعتزال كره القدم. طيب خلينا بشكل سريع جدا نعلق على اهم هذه الاخبار، خصوصا ان احنا عندنا فقره مهمه جدا لازم تتابعوها مع طبعا الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير بعد قليل. فبالتالي خلينا نبتدي باليوم السابع، واللي قال ان الكاف بيمنع منتخب مصر من خوض لقاء ودي على استاد القاهره، ده طبقا للوائح الخاصه بالكاف. طبعا احنا عارفين ان في مباراتين لمنتخب مصر، منهم مباراه غينيا بيساو دي مقرر ليها يوم 16، فبالتالي كان في اتجاه للمنتخب المصري والجهاز الفني ان هم يلعبوا المباراه الثانيه الوديه بالنسبه لهم على استاد القاهره كجزء من استعداد والتعود على ارضيه ملعب استاد القاهره اللي باذن الله هتظهر بمظهر اكثر من رائع يعني في الحقيقه. فالكاف لوائحه بتنص على ان قبل اي بطوله رسميه للكاف او الاتحاد الافريقي ب 14 يوم لازم تسلم كل الملاعب للاتحاد الافريقي، فبالتالي هيبقى في صعوبه كبيره جدا المباراه دي تتلعب على استاد القاهره، فبالتالي المباراتين الوديتين للمنتخب المصري اللي هيستعد من خلالهم لبطوله الامم الافريقيه هيكونوا في استاد برج العرب، وخصوصا المعسكر كده كده هيكون في مدينه برج العرب. طيب البابا سبورت، وزير الرياضة يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتطوير استاد القاهرة، وده شيء لازم طبعا وضروري وأكيد هيخلص بسرعة لأن لازم أنت في ميعاد محدد تسلم فيه الاستاد والملاعب كلها بشكل عام، فهو بيتكلم على استاد القاهرة للاتحاد الأفريقي قبل انطلاق البطولة، وده هيكون شيء مهم جدا وباذن الله الاهم بالنسبه لنا ان البطوله كلها تظهر بمظهر كويس سواء من الناحيه الفنيه من الناحيه التنظيميه. مهم كمان بالنسبه لنا فيما بعد البطوله يعني ان كل الملاعب تكون كويسه وتستمر في الظهور بالشكل المميز عشان البطولات المحليه اللي بنلعب فيها او حتى البطولات الافريقيه اللي بيشارك فيها الانديه المصريه. ملاعب شيء مهم جدا جدا في الحقيقه بالنسبه للاعب كره القدم. في نفس السياق تقريبا الوطن سبورت بتتكلم على ان امم افريقيا تحت الحمايه المشدده وعقوبات قاسيه تنتظر المشاغبين في المباريات، يعني في اعتقادي الشخصي يعني هنشوف نفس المنظر اللي شفناه في 2006 من الجمهور المصري كله مختلف فئات ومختلف انتماءاته كلهم في الحقيقه هيكونوا مركزين في كيفيه مسانده المنتخب بالفوز باللقب، مش هيكون في امور شغب يعني في الحقيقه ان شاء الله باذن الله من الجمهور المصري اللي بيتمنى بكل تاكيد بالنسبه له الهدف الاساسي ان المنتخب يفوز بالبطوله. الشروق بتتكلم على تصريح عن الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات واللي بيكشف عن موعد نهايه الدوري، هو يعني قال او راهن موعد نهايه الدوري بتاهل نادي الزمالك في بطوله الكونفدراليه لنهائي هذه البطوله، لو وصل النادي الزمالك للنهائي هيكون النهائي يوم 26 مايو، فبالتالي بنسبه كبيره الزمالك مش هيلعب مباريات حتى موعد النهائي.
او ممكن يلعب مباراه او حاجه يعني. فبالتالي الدوري هيتم تاجيل انتهائه لما بعد بطوله الامم الافريقيه. لو خرج الزمالك من البطوله هيبقى فيه ضغط في المجريات للزمالك بالتحديد عشان الدوري يخلص قبل بطوله الامم الافريقيه بناء عليه انطلاق الموسم الجديد. لو الدوري خلص قبل بطوله الامم الافريقيه هيبقى في اغسطس، لو خلص بعد بطوله الامم الافريقيه هيبقى في اكتوبر. فبالتالي دي كلها امور هيحددها او هتحددها نتيجه مباراه الزمالك والنجم الساحلي وامكانيه تاهل نادي الزمالك للمباراه النهائيه من عدم. برضو احنا اكيد كمصريين بنؤازر وندعم نادي الزمالك الممثل المصري في بطوله الكونفدراليه بكل تاكيد. طيب نروح بوابه اخبار اليوم اتجاه لاقامه مباراه القمه بعد امم افريقيا 2019. ده هيكون ايضا بناء على النتيجه الخاصه بنادي الزمالك في الكونفدراليه وتاهله للمباراة النهائية. سوبر كرة بقى، الخبر ده مهم قوي، ده لازم نعلق عليه في الحقيقة. قرار ب 50,000 دولار، الجبلية بتناقش ان هي تزود اسعار استقدام الحكام يعني، او المبلغ اللي يدفعه اي نادي لو عايز حكم اجنبي من 25 اللي هو اصلا كتير جدا ل 50,000 دولار. ليه؟ عشان يبقى عائق بشكل او باخر للاندية ان هم ما يجيبوش حكام اجانب. طب ما هو الاولى يا جماعة ان احنا بدل ما نفكر ان احنا ازاي نخلي الانديه المصريه ما تفكرش تجيب حكام اجانب، لا، الاول ان احنا نطور منظومه التحكيم عندنا، نشوف ايه السلبيات اللي عندنا والنواقص اللي عندنا في منظومه التحكيم في مصر ونطورها، مش نفكر ازاي نعيق الانديه على انها تستخدم حكام اجانب. 50,000 دولار ده كتير قوي، حوالي 700,000 جنيه، 800,000 جنيه تقريبا. ليه يعني عشان تجيب حكام اجانب وعشان كمان تدي فرص للحكام المصريين؟ لا، طور الحكام المصريين، انتقي الحكام المصريين اللي جيدين كويس، اعمل لهم معسكرات كويسه، طور منظومه التحكيم في مصر، حاول تدخل الفار. واحنا كنا سمعنا وعود كتير جدا من اتحاد الكره ان هيكون في فار في مصر مع بدايه الموسم، لحد دلوقتي اعتقد ما فيش اي خطوات ان يكون في فار السنه الجايه، يعني نتمنى ان يكون في خطوات حتى لو سريه ما حدش يعرفها، المهم ان يكون في خطوات يعني. فانت الاولى بدل ما تفكر ان ازاي الانديه ما تجيبش حكام اجانب، لا، فكر ازاي تطور منظومه التحكيم في مصر، ده الاهم بالنسبه لاتحاد الكره. فخبر في الحقيقه غريب شويه. طيب سريعا نروح لبعض الاخبار العالميه، وسبورت 360 بتتكلم على ان ارقام مباراه برشلونه وليفربول يعني بتدي نتيجه عكسيه لنتيجه المباراه، لان ليفربول كانت مسيطره على المباراه بشكل كبير جدا، في المقابل برشلونه كسبت، ليفربول كانت مسيطره على المباراه بشكل كبير، في المقابل برشلونه كسبت 3-0. فده شيء من الاشياء الغريبه جدا يعني. ميسي كمان امبارح هو حديث العالم بعد التألق الكبير، وبالذات الجون الاخير اللي جابه، وصل ل 600 هدف مع برشلونه. فبالتالي يورو سبورت بتتكلم على ان 600 هدف او 600 رصاصه في قلوب المنافسين من ميسي، يعني عدد كبير جدا من الاهداف. يعني احنا عندنا اللاعب المصري لما بيجيب 100 جون بنقول نادي ال 100، وده بقى حاجه كبيره جدا. ده لعيب جايب 600 جون لحد دلوقتي، لسه امامه كام سنه كمان ميسي عشان يجيب اكتر يعني. فده دي الفروقات في الحقيقه. اخر خبر عايز اعلق عليه وخاص بايكر كاسياس، هذا او هذه الاسطوره في حراسه المرمى، واللي امبارح تعرض لازمه قلبيه في مران فريق بورتو، بناء عليه انتقل لاحدى المستشفيات. الامور بالنسبه له يعني مستقره الفتره دي، بس بعض الاطباء بيحذروه من استكمال لعبه كره القدم في الفتره القادمه. واكيد نتمنى كل الشفاء العاجل لاسطوره كبيره من اساطير حراسه المرمى في العالم، ومن افضل الحراس في تاريخ كره القدم هو طبعا ايكر كاسياس، حارس مرمى بورتو وحارس مرمى ريال مدريد السابق طبعا، واللي كلنا اكيد عارفينه وعارفين امكانياته بشكل كبير جدا. الف سلام عليك يا كاسياس. طيب دي كانت اهم الاخبار المحليه واهم الاخبار العالميه وكمان اهم الاخبار المحترفين في الخارج. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هتبقى فقره مهمه جدا مع الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد القوسي، هنتكلم فيها في العديد من الملفات والامور على الساحه المصريه بشكل عام، وكمان بالتحديد فيما يخص النادي الاهلي خلال هذه الفتره. استنونا بعد الفاصل. كم هائل في الحقيقه من الاهداف بلس 90 بالنسبه للاهلاويه في الدقائق الاخيره في بعد الدقيقه 90، وده اللي شفناه في الفيلر اللي فات. ده عدد كبير جدا من الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي على مدار تاريخه اللي قدر يحرز فيها اهداف حاسمه بعد الدقيقه 90، وفي الحقيقه هي كلها كانت اهداف حاسمه في مشوار النادي الاهلي في مختلف البطولات. فبالتالي كان شيء مميز جدا، كان اخرهم هدف امبارح امام مطلع الجيش. بينورني وشرفني في هذه اللحظات في الاستوديو معانا طبعا الناقد الرياضي الكبير طبعا استاذ محمد القوسي. استاذ محمد منورنا ومشرفنا. اهلا بك يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهديك على قناه الاهلي. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله تمام، الحمد لله. ايه الاخبار؟ عايز ابتدي معاك بمباراه امبارح، مباراه كبيره، مباراه عصيبه، فوز مهم للنادي الاهلي، 3 نقاط غاليين في مشواره نحو تحقيق بطوله الدوري. شفت المباراه دي ازاي امبارح؟ وعايز اللقطه يا عماره بتاعه صالح جمعه وعلي معلول اهدالي. يعني احنا يمكن زي ما انت قلت برضو من شويه، وزي ما احنا بنقول وزي ما كله يعلم، ان كل مباراه للاهلي اصبحت مباراه كاس مش مباراه دوري. يعني خلاص، يعني انت في مرحله يعني على طريقة خروج المغلوب، يعني أو خروج اللي هتفقد حاجة هيتأثر بها على طول. كل نقطة ليها أهميتها، كل هدف ليه قيمته. مهم جدا انك تكسب كل ماتشاتك عشان توصل للنهايه السعيده اللي انت عايزها، وده اللي مركز عليه النادي الاهلي، انه بيلعب كل مباراه كقطعه منفصله تماما عن المباراه المختلفه. شفنا الاهلي بيعمل ده، يعني حتى من ماتش الاتحاد كان عمل ده، في ماتش المقصه عمل ده، بعد كده ماتش المصري عمل ده، امبارح كانت ملحمه، مع انها كانت العمليه كانت ممكن تبقى سهله جدا، وكانت الامور سهله جدا في الشوط الاول، كان سهل جدا الاهلي يطلع باربع اهداف مثلا او 3 اهداف او 4 اهداف على الاقل في الشوط الاول. لكن عمليه اهدار الفرص ما زالت مستمره، يعني الفرص سهله جدا، لعيبه الاهلي بيضيعوها، فده بيصعب عليك الماتش. في السلبيه الوحيده اعتقد بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت، دي اهم نقطه يا كابتن، يعني انت كله بتشتغل عشان يعني تحرز هدفا في مرمى منافسك، فلما تضيع فرص سهله جدا 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 اكيد الامور بتصعب وتتعقد معاك. ربنا يسترها، وان الاهلي خلص جون مهم جدا وفي اخر دقيقه. يعني شوف امبارح كانت برضو الدقيقه الاخيره في كل شوط هي الدقيقه الفاصله، وده دل على القتال اللي عند اللاعب الاهلي، الروح، الاصرار، الرغبه على ان الحاجه دي موجوده جوه كل الاجيال في النادي الاهلي. اي حد بيرتدي تيشيرت الاهلي بيقاتل حتى اخر ثانيه، حتى اخر لحظه. شفنا الهدف الاول اللي جابه اجارو، واللي كاد ان يفقد فيه جيرالدو حياته بتدخل عنيف جدا من حارس مرمى الطلائع. كان لازم يطرد في الحقيقه. الحقيقه يعني مش عارف، يعني طبعا كان المفروض يبقى فيها قرار من الحكم. في لقطه مهمه قوي انا عايز برضه حضرتك تعلق عليها معايا. بص اللقطه دي، صالح جمعه وهو بيقبل راس علي معلول، في الحقيقه هو عمل اللي كل جمهور النادي الاهلي نفسه يعمله او كان نفسه يعمله امبارح بعد الماتش مباشره. ويعني لقطه مهمه جدا وبتدل على الروح العاليه عند اللاعبين والترابط كمان اللي ما بينهم، يعني يا استاذ اوسي. طبعا طبعا، ده يعني حاجه مهمه جدا وتعبر على قد ايه احساس علي معلول بمسؤوليه، خصوصا بعد ما ضيع ركله جزاء يعني كان ممكن تكون مؤثره على مسيره الاهلي في الدوري. فهو يعني كان في حالة حزن جديدة جدا، ويمكن نتيجة إخلاصه ده ونتيجة لعبه ونتيجة ان هو راجل بيقاتل ونتيجة ان هو راجل كان بنيته الكاملة إحراز هدف، ان ربنا اكرمه بالهدف اللي جابه ده. يعني لا يسجل من ركلة جزاء سهل جدا نسبة التسجيل فيها تكاد تصل الى 99%، ويسجل من كرة صعبة جدا من مسافة بعيدة جدا بقوة صعبة جدا ما يشوفهاش حارس المرمى. فده انا ربنا يوفقك لما تكون مجتهد وتكون مخلص، اكيد بيحصل لك حاجات زي كده. سيناريو متكرر كمان بالنسبه لعلي معلول بالتحديد. فاكر ماتش الاهلي والترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا لما هناك في رادس، لما تسبب في الهدف الاول، طبعا بطوله اللي قبل اللي فاتت، لما تسبب في الهدف الاول ورجع هو عمل جاب جون وعمل اسيست كمان هدف الفوز لاجاييه. فده بيدل على شخصيه اللاعب القويه في الملعب، حتى لو هو تسبب في هدف بيقدر يرجع على طول. هي دي الشخصيه اللي احنا محتاجينها اكيد. وعمل طبعا، وشفنا الجون اللي خلص بيه ماتش الاتحاد لما كانت الدنيا مقفوله وقدر يخلصه بتسديده، فهو من اللعيبه المميزه واللعيبه المؤثره واللعيبه يمكن اللي اندمجت مع الاهلي وعاشت مع الاهلي بدرجه كبيره جدا، لدرجه انه قاعد يكاد يبكي وهو قاعد متاثر بالحدث. الشيء الجميل طبعا ان من صالح جمعه اللي رجع بشكل كبير جدا وشكل مميز جدا. صالح جمعه يعني بات هو المايسترو بتاع النادي الاهلي، ده الاهلي كان بيفتقده من فتره كبيره جدا. ربنا يكرم صالح ويستمر على كده، وصالح لسه عنده كره اكتر من كده. لكن شوف لعبه ازاي، بتحس ان هو بيلعب يعني معلم، بيلعب في الملعب الكره بتاعته، حتى الكره اللي جاي منها جون شوف رميها ازاي ولعبها ازاي، وشوف تحركاته ازاي، وشوف اداؤه ازاي. الماتش اللي قبله هو جاب جون، الماتش ده عامل اسيست غير عادي صحيح، يعني جيرالدو يعني كان هيتقتل فيها، بس شوف يعني ازاي صالح جمعه موصله للجون بهذا الشكل، موصل الاثنين، شايف اثنين بيتحركوا وبيوصلهم بهذا الشكل. فطبعا تحيه ليه، ويعني الاهلي بيسترد واحد من اهم اللعيبه اللي مش هتكون مفيده للنادي. كان حاربنا منه بصراحه صالح الحقيقه، يعني كان حاربنا منه من الاداء الجميل ده. طبق من الفواكه والحلويات الكرويه الجميله اللي المفروض صالح يقدمه لنا في كل ماتش. فكل ماتش بنشوف دلوقتي بتستمتع لما الكره تيجي في قدم صالح طبعا. وما زال صالح بيحاول يسترد قوته البدنيه والفنيه والنفسيه والذهنيه،
يعني رجعت بنسبه كبيره جدا. لكن عندما تكتمل هذه القوه داخل لاعب حجم صالح جمعه اعتقد ان ده هيكون واحد من اهم لاعبي الكره الموجودين على الساحه في مصر، وهيكون مفيد جدا ليس الاهلي فقط بل لمنتخب مصر. لان لما الاهلي بيعلى وفي لاعب عنده بتعلى اكيد ده بيعلق منتخب مصر. شفنا ده في 2006 و2008 و2010 مع المنتخب، ولما بيحصل تراجع في النادي الاهلي نظرا لتغيير الاجيال او افتقاد بعض اللعيبه في مراكز معينه بيحصل يعني دروب حتى بشكل عام في منتخب مصر. فنتمنى له التوفيق يا رب. يستحق يروح المنتخب الفتره الجايه؟ والله احنا يعني مش عايزين نتكلم على الحاجات دي لان في النهايه ده اختيارات مدربين وده اكيد اكيد احنا بنحترمها، احنا بس بنناقش او بنحلل. طبعا يعني طبعا انت في مصر بتفتقد هذا اللاعب بالزبط. يعني في مصر هذا اللاعب مش موجود. يعني لما قلنا في لاعب او اثنين موجودين المفترض في المنتخب يكون عندك لاعب او اثنين او ثلاثه موجودين في نفس في المركز العظيم ده والمركز المهم ده، لانك اذا فقدت هذا المركز فقدت نصف الفريق. يعني فمهم جدا ان يكون عندك وفره من هذه النوعيه من اللاعبين وعندك بدائل مهمه جدا، حتى لو اي لاعب عندك اللاعب الاساسي تعرض لاي حاجه عندك لاعب يستطيع ان يتدو. وبرضه بنتحدث على النادي الاهلي واجه ازمه لانه لم يكن عنده البديل الى ان ظهر صالح. فالمفترض ان الاهلي البديل يكون موجود، اه موجود عندنا ناصر ماهر موجود بشكل قوي بشكل مميز، لكن طبعا محتاج وقت ومحتاج خبرات أكيد. وبيلعب فمهم جدا ان ده يكون ماشي مع ده بحيث ان يكون عندك دايما اكتر من لاعب في اكتر من مركز. الفرق الكبيره اكيد تعمل كده، واكيد النادي الاهلي عامل ده وهيكون في حساباته ده في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. من ضمن المكاسب ايضا مباراه الامس عوده النجم الكبير وليد سليمان، تعليقك على هذه العودة وأهمية تواجد وليد سليمان مع الفريق خلال المرحلة المقبلة من وجهة نظرك؟ عندما يكون وليد سليمان في الملعب بتشيرت الأهلي كن مطمئنا، كن مطمئنا، كن مطمئنا على طول على طول. ليس لمجرد أنه لاعب موهوب أو مهاري أو لاعب كويس أو لاعب مميز، بل لاعب من اللاعبين المخلصين للقميص الأحمر، لاعب من العاشقين للكيان الأحمر، لاعب من المحبين للنادي الأهلي، لاعب اللي بيلعب وفي ذهنه إن في ملايين بيتفرجوا عليه عايزين يضحكوا، عايزين يبتسموا، عايزين يفرحوا، طبعًا. عايزين يشوفوا فرقتهم في التوب. ده وليد سليمان. لو عندك لعيبة كلها بداخلها ما بداخل وليد سليمان فعلا. كنت سترى فريقا يعني ناريا في الملعب. يعني وليد سليمان راجع من إصابة بعد فترة غياب وصلت إلى 102 يوم بالظبط، فترة طويلة جدا تجاوزت يعني 3 شهور و12 يوم ما بيلعبش كورة. وحتى لما حاول يرجع في التدريبات كان قلق وكان منزعج لغاية ما راح ألمانيا التمر. والحمد لله هو اطمئن على هذا الأمر. يلعب في آخر مثلا أقل من 20 دقيقة ويساهم في تغيير شكل الملعب ويبث نوع من الحماس ونوع من الروح ونوع من الرجولة ونوع من الأداء وكل باصات مؤثرة جدا وألعاب مؤثرة. يمكن التمريرة اللي علي سددها معلول كانت من وليد سليمان، قاعد شايف الملعب وقاري الملعب. ده اللاعب اللي ممكن ما يكونش مكتمل بدنيا لكن مكتمل ذهنيا، مكتمل أهلويا، مكتمل انتماء، مكتمل أهلويا. لا ده تعبير مهم قوي، مكتمل أهلويا يعني. فهو جاهز إنه يلعب في أي وقت حتى لو يلعب نص رجل. فدخل الملعب عمل تغيير ووضح التغيير الكبير جدا لوليد سليمان. تحيه للحاوي المميز اللي كل جماهير الاهلي سعدت بعودته بالامس. فعلا احنا هنا في الحقيقه بنحاول ندي كل واحد حقه، يعني حتى لو هو ممكن يكون فتره مش في مستواه بنتكلم اكيد، بنقول ان هو مش في مستواه محتاج ان هو يستعيد مستواه. من ضمن اللاعبين فعلا نتكلم عليهم زي ما قال الاستاذ محمد الاوسي طبعا ناقدنا الرياضي الكبير، ان وليد سليمان لاعب مهم جدا. لكن من ضمن المكاسب ايضا الاستاذ اوسي، امبارح حسين الشحات الشوط الثاني رايك في اداؤه ايه؟ بص انا عندي قناعه ان حسين الشحات من اللاعبين المميزين اللي هم من لاعبي القمه في الكره المصريه كويس. وده ليس جديد، وده من قبل ما يجي النادي الاهلي. هو جاي النادي الاهلي وهو لاعب يعني قوي ومميز ولاعب من لاعبي الصف الاول ولاعب كان له تاثيرا كبيرا في تجربته الاحترافيه في الامارات. وحسين شحات لما جاء الاهلي جاي برغبته الشديده جدا عشان هو حابب يلعب للنادي الاهلي، حابب يشيل تيشيرت النادي الاهلي، حابب يساهم في انتصارات وبطولات وامجاد النادي الاهلي او يكون له نصيب من المجد اللي موجود في النادي الاهلي. فجي وارد جدا ان اي لاعب يجي يحصل عليه ضغوط ويحصل عليه لود، خصوصا ان فتره مجيئه كان عليها كلام كتير جدا ممكن ياثر عليه. لكن اللي انا متاكد منه ان حسين شحات ما زال لديه الكثير، ما زال عنده قدرات عاليه جدا، ومتاكد ان الثوره الكرويه الموجودة داخل حسين الشحات ستنفجر يوما من الأيام وسيكون هذا اللاعب مؤثرا جدا في نتائج النادي الأهلي وفي بطولاته، كما حدث مع فلافيو لما جه النادي الأهلي وقعد فترة طويلة جدا ولدرجة الناس كان يعني بتلاقي عايز يمشي عايزين يمشي بأي شكل
بعد كده يعني نتمنى الان يعني راس فلافيو تعود الينا. راس فلافيو فعلا الراجل كان بيحط دماغه على طول بقى. مفتقدين راس فلافيو. راس فلافيو دي لو موجوده في الاهلي دلوقتي تفرق كتير جدا. الاهلي بيوصل كتير جدا للمرمى. محتاجين يعني لو ماتش امبارح فيه اكتر من كوره قدام الجون كانت راس فلافيو على طول دول في الشبكه. ماتشات كتيره جدا واجهت النادي الاهلي كانت راس فلافيو تنقذك في هذه الامور. فاللاعبين من نوعيه حسين الشحات يحتاج الى نوع من الصبر، نوع من التقدير، نوع من التركيز. حسين الشحات يعني لابد ان الناس تقدره بالشكل الكافي. مش انا اقصد الجمهور طبعا، النادي الاهلي مقدره بشكل كبير جدا. أكيد طبعًا. يعني البعض بيتكلم على انه صفقه يعني كلفت الاهلي مبالغ ماليه كبيره جدا وقعدوا يهاجموا. فان دايك لما راح ليفربول ب 75 مليون استرليني اغلى صفقه، مانشستر يونايتد اللي هو طبعا المنافس التقليدي والغريم بتاع ده هدف. دي راس فلافيو اهي. يعني هدف الفاصل في مباراه الاهلي والاسماعيلي في 2009 بالظبط. شوف كان بيخلص لك حاجات مهمه جدا. ده هدف غالي كلنا ما نساهوش. صعب جدا. ادي يعني في انترناسيونالي البرازيلي. ده اللاعب يعني بيجيب يعني ده مهاجم الاهلي اللي لازم يسجل من اي فرصه تجيله، من نص فرصه، من ربع فرصه، اللي هو بيسيطر على المنطقه الهوائيه في المرمى امام مرمى المنافس. يعني ان شاء الله الاهلي يتوفر عنده لاعب يعني بهذا القدر. يعني احنا عندنا في الحقيقه لاعبين مميزين جدا برضه. يعني احنا عندنا لاعبين كبار جدا في خط الهجوم، وبالتحديد عايز اخص بالذكر وليد ازارو حتى لو بيضيع بعض الاهداف يا استاذ زاوسي، لكن لاعب مؤثر جدا. شفنا مباراه المصري هو ساهم في الهدفين بشكل اساسي، ومباراه امبارح احرز لا هدف طبعا. يعني كبير يعني مش هقدر اقول حاجه. ليه عنده جهد كبير جدا طبعا، بيضيع منه فرص كبير جدا، لكن شوف تحركه وتواجده. لولا انه كان متواجد في الحته دي الهدف ما كانش هيتم تسجيله. يعني في فرص اسهل من كده جات له وضاعت. بس لكن المؤكد ان وليد ازارو السنه اللي عدت كان هداف الدوري. يعني محتاج بس ثقه. ايه ده كان هداف الدوري السنه اللي عدت، اكتر لاعب اجنبي جاب اهداف في موسم واحد. في موسم واحد يعني، فاللاعب ما حدش يقدر يقول عليه حاجه. يعني المؤكد ان وجوده واثر المدرب عليه لثقته فيه وثقته ان هو في اي وقت يقدر يعني يخلص فيه. لعيبه كبيره جدا ولعيبه تقيله جدا في بعض الاوقات يعني ممكن ما تديكش الشكل اللي مطلوب، ممكن ما تحققش الهدف المطلوب، لكن المدرب بتكون عنده ثقه ان وجود ده في الملعب في اي لحظه من اللحظات ممكن يحدث لك الفارق. زي ما حصل مع محمد صلاح مع ليفربول في بعض الاوقات اللي حصل فيه بعض الدروب في مستواه. كان يورجن كلوب عنده اصرار شديد جدا واصرار كبير جدا ان صلاح يظل موجود في الملعب. لو كان طلعه مثلا كان ممكن يخلص عليه مثلا يعني، او كان يقلل واثر على معنوياته، لكن ظل موجود في الملعب صلاح لغايه ما رجع واستعاد مستواه الكامل وما زال من افضل اللعيبه. والنهارده مختارينه ضمن التشكيله المثاليه للجوله اللي موجوده. يعني مش واخد 7.7 واخد اعلى من سوارز، يعني اعلى حد ميسي واخد 9.3. الباقيين محمد صلاح ماشي معاهم بنفس المستوى، على مستوى عامل مباراه كبيره جدا. وسط في سوء حظ برده غريب يعني، انه كوره جايه في القائم وكوره يعني فلاعب هناك بيحسبوها مش شرط ان يجيب جون، لكن اداؤه كان مميز جدا وكان مؤثر جدا رغم ان فريقه خسر بالثلاثة، وهي نتيجة بالمناسبة نتيجة يعني لم يكن يستحقها ليفربول خالص لكن يستحقها ميسي الحقيقة. ميسي بس يعني هي برشلونة هتعمل ايه بعد ميسي يا استاذ اوسي من وجهة نظرك؟ لا اعتقد ان الدنيا هتختلف تماما. يعني زي ما حصل في ريال مدريد بعد رونالدو اكيد برشلونة بعد ميسي الدنيا هتختلف تماما. لكن احنا مش متخيلين كرة القدم بعد ميسي ممكن يبقى شكلها ايه الحقيقة، لان حتى الان يعني يمكن في كل النجوم الكبار المواهب الكبيرة جدا في الكرة المصرية سوري في الكرة العالمية نتمنى الكرة في الكرة العالمية لما في اواخرهم بيكون حد ظاهر تاني. احنا مش شايفين حد على نفس المستوى. احنا كنا نامل في نيمار يسير على نفس اللي هناك، لكن نيمار ما زال بعيد عن ميسي قوي وبعيد عن رونالدو مع احترامنا وتقديرنا لقدراته وامكاناته العاليه. لكن ميسي ده حاجه مختلفه جدا في كره القدم، حاجه يعني غير عاديه وغير طبيعيه في كره القدم. اللاعب الذي يمكن ينهي لك اي مشاكل حتى لو كان ليفربول مسيطر من اول دقيقه في الشوط الثاني لغايه ما هو جاب لغايه ما حصل الجون الثاني. يعني ليفربول بيدور على هدف التعادل عشان يخلص ويحسم، فاذا بيه يخش فيه جونين وربنا يسترها معاه كمان وما يجيش جونين ثاني في البلس 90 يعني. يعني حتى اخر كره كانت جون يعني. فده لعيب غير عادي في كره القدم طبعا. يعني ده هو الشيء بالشيء يذكر في الحقيقه. ده اللي خلانا نتكلم يعني على برشلونه وليفربول بالامس. لكن عايز ارجع لمباراه الاهلي امبارح و تغييرات مستر لاسارتي في الشوط الثاني، وتعليق ناس كتير جدا من الفنيين ولاعيبه كره القدم القدامى واشادوا بهذه التغييرات. في المقابل في البعض يمكن انتقد هذه التغييرات. من وجهه نظرك شفت ازاي تغييرات مستر لاسارتي المجازفه في الشوط الثاني واللي ادت في النهايه لفوز النادي الاهلي؟ بس هو يعني دلوقتي يعني المؤكد ان مستر لاسارتي كما كل الاهلاويه جمهور الاهلاويه واعضاء الاهلي ومسؤولي الاهلي وكل اللي له علاقه بالاهلي
لا ينتظم الفريق غير انه يكسب الثلاثه بونت. اكيد لاسرت موجود في نفس الدايره وعنده نفس الفكر وعنده نفس الاهتمام بهذا الشكل، وهو يعلم جيدا انه بدون الانتصار فلن يتحقق المراد المطلوب. بدون الانتصار لن تصل الى المرحله الكبرى التي تريدها او اللي انتظرها الجمهور. بدون الانتصار لن تصل الى رقم 41 في دوري الدرع الدوري اللي منتظره جمهور الاهلي، اللي ان شاء الله يعوض به الفقدان الافريقي اللي حصل له هذا الموسم. فمهم جدا الاهلي ياخد هذه البطوله دي، ومهمه جدا للاسارتي، ومهمه جدا للنادي الاهلي ولمجلس اداره النادي الاهلي. لاسارتي شاف ان الامور عندته كتير جدا في الشوط الاول، وضاعت منه فرص كتير جدا في الشوط الاول، والمباراه بتقترب من ايدها، وكره واحده تقريبا اللي راحت على مرمى النادي الاهلي او اثنين حسب منهم واحده ركله جزاء، واصبحت نتيجه 1-1، ولم يبقى من الوقت الا اقل من نصف ساعه يعني. فليس امامي شيء اخسره يعني، ما انا معايا نقطه يعني، هو خلاص والفرقه الجيش متراجعه ومش عايز اكتر يعني، وكل الموجوع جوزيه كان بياخد القرارات دي موجود. جوزيه كان بيلعب بسبعه مهاجمين يعني، لو نفتكر الماتش التاريخي بين الاهلي والاسماعيلي 4-4 جوزيه لم يترك لاعبا مهاجما بجواره على الدك، دفع بكل طلع كل المدافعين اللي موجودين في الملعب. مباراه تاريخيه يعني، لان خلاص انا بلعب على بطول، فانا ما كانش ينفع ان الاهلي يعني يفقد نقطه في مباراه نقطتين في مباراه الامس او يفقد ده. انا بص يعني لعب بطريقه يعني اصابت يا ثلاثه اعور بقى واصابت معاه والحمد لله، فدفع بثلاث من القوى الهجوميه لما جيرالدو طبعا لظروف اللي حصل له، وحصل له طبعا نوع من الدوران وفضل رعب، فنزل عبد الله الشحات، بعد كده نزل حسين الشحات، وبعدين حسين الشحات، بعدين اجاييه، وبعد كده الحاوي، وكل منهم كان ليه بصمه، وان كان يعني ما زال اجاييه نحتاج منه اكتر مما هو فيه ومما هو عليه الان يعني. بقى له كام ماتش كده الامور مش مظبوطه معاه، لكن مؤكد ان ده من اللاعبين المهمين واللاعبين اللي عندهم مهارات، ان في لعيبه عندها اساسيات ما تقدرش تنكرها، ممكن في بعض الوقت يحصل لها نوع من التراجع، لكن اكيد المؤكد ان هي في وقت معين هتطلع وهتظهر لك يعني. لكن هذا الكوكتيل، هذا الثلاثي كان ليه تاثير فعال، وقدر يخلي يحط الجيش تحت وضع او الطلائع تحت ضغط طول الوقت حتى تحقق الهدف المطلوب، وكان ممكن يتحقق هدف ثاني بعده وهدف رابع، لكن لم يساعدهم الحظ في هذا الامر. طيب ده كان ملف مهم جدا، مباراه الاهلي وطلائع الجيش امبارح، وفوز غالي بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى الاستكمال والتواصل والمواصله في الفوز والانتصارات في مشوار النادي الاهلي المتبقي من بطوله الدوري. ده كان ملف من ضمن الملفات المهمه قوي اللي هنتكلم عليها مع استاذ محمد القوسي ضيفنا العزيز النهارده. ملف التعليق الرياضي ده ملف مهم في الحقيقه في مصر، واحنا اكيد بنشوف معلقين كتير جدا، في منهم مميز جدا، وفي منهم اللي حتى لو كان مميز بيحاول يقول بعض التعبيرات اللي ممكن تخونه في بعض الاحيان يعني. فبالمناسبه دي يعني احنا معانا على الهاتف طبعا كابتن رامي بهجت. كابتن ايه بقى؟ دكتور رامي بهجت اللي عمل طبعا الدكتوراه، رساله الدكتوراه، واللي قدر ان هو يحصل عليها، واحنا اكيد بنبارك له بشكل كبير جدا. يا دكتور رامي مساء الخير عليك. مساء الفل عليك يا استاذ امير، ومساء الخير على الناقد الرياضي الكبير طبعا استاذ محمد القوسي. تحياتنا ليك، وبنبارك لك بشكل كبير جدا على رساله الدكتوراه، وهي حاجه فريده من نوعها ان انت دلوقتي حد يفكر ان هو يعمل دكتوراه في التعليق الرياضي. فكرت في الدكتوراه دي ازاي؟ وفكرت انك تحاول تحصل عليها ازاي؟ وايه اللي خلاك انك تفكر اصلا انك تحضر دكتوراه في التعليق الرياضي؟ والله طبعا يعني بالتاكيد لما يكون معلق رياضي، و اكيد اول حاجه هيفكر فيها هو مجال عمله. فانا طبعا معلق رياضي من 2005، فالبدايه قبل الدكتوراه كمان فكرت في ان انا اعمل رساله ماجستير في التعليق الرياضي، وتحديدا في الاعلام الرياضي في كليه التربيه الرياضيه بنين جامعه حلوان. كانت رساله الماجستير برضو في التعليق الرياضي كانت عباره عن عنوانها معايير تقييم اداء المعلق الرياضي لكره القدم، ودي قدرنا نحط فيها معايير لما هو يجب ان يكون عليه المعلق الرياضي من مواصفات وشروط طلعنا قياس كامل لما يجب ان يكون عليه المعلق الرياضي. وحبيت بقى في رساله الدكتوراه ان انا استكمل الموضوع ده كله، وعملت بقى من خلال دراسه مقارنه للتعليق بين اللغه العربيه الفصحى والتعليق باللهجه العاميه. ده مهم قوي، دي جزئيه مهمه جدا، لان في ناس بتخلط التعليق باللغه العربيه او اللهجه العاميه واللغه العربيه الفصحى يعني. طبعا يعني انا عايز بس اتفضل لو حضرتك حابب تساله حاجه. عايز اهني الدكتور رامي، تهانينا ليك بهذه الرساله المهمه، وزي ما قال الاستاذ امير ان هي لاول مره حد يقتحم هذا المجال ويدخل، وده مجال مهم جدا، انك انت مهم انك تخش في منطقه ما حدش شايفها وما حدش دخل فيها قبل كده، فتتحرك فيها بشكل كويس طبعا. يعني
الرسالة بتاع حضرتك زي ما عرف وهي الاستخدام المعلق الرياضي للهجة اللغة العربية الفصحى واللهجة العامية يعني. طبعا احنا عندنا زي ما حضرتك شايف، انا مش عايز احرج حضرتك علشان طبعا دول زمايل ليك بالدرجة الاولى، لكن احنا بنتكلم في حاجة علمية بالدرجة الاساس، في فوضى في عملية التعليق الرياضي. وبعض المعلقين بيتخيل ان الميكروفون اللي موجود معاه ده ملك ليه وقاعد في بيته يتحكم ويتعامل به كيف ما يشاء. يعني عايز حضرتك برضو من خلال الرسالة دي يعني بعجالة وبمنتهى الدقة، ما هي ابرز المواصفات اللي المفروض تكون موجوده في المعلق الرياضي علشان نصلح عمليه التعليق الرياضي في مصر؟ يعني مش ناقصه كمان التعليق الرياضي يتحول لمشكله وازمه رياضيه ونرجع ونتخلف فيه ويبقى مسار جدل وخلافات بين المصريين يعني. والله كلام حضرتك مظبوط 100%، ويمكن برضو ده كان من ضمن الحاجات الاساسيه اللي موجوده في رساله البحث ومن ابرز الحاجات اللي لازم تكون موجوده في المعلق الرياضي، شروط ومواصفات قبل عمليه التعليق وشروط ومواصفات اثناء عمليه التعليق. خلينا في اللي قبل عملية التعليق دي، لازم يكون الأول المعلق الرياضي على الأقل لازم يكون حاصل على مؤهل عالي عشان يكون مستوى التفكير والحوار وإدارة الحوار يكون بشكل جيد. ثاني حاجة يكون عنده مخارج الألفاظ سليمة ووضوح الصوت، ولازم كلامه يكون متفسر عشان الناس تفهم وعشان ما يبقاش مخارج الألفاظ مش مظبوطة والكلمة أو الحرف الأخير في الكلمة لازق في الحرف الأول من الكلمة اللي بعدها، وبالتالي يكون مفيش وضوح في الكلام والمتلقي يجد معاناة وهو بيسمع المعلق. دي مهمة جدا. كمان لازم يكون بيغير من أسلوب وطريقة تعليقه ويغير من وتيرة الأداء ويغير من طبقات الصوت كمان عشان المشاهد أو المستمع ما يملش. لازم يبقى فيه أنواع كده من التعليق، يبقى فيه يغير بين الصوت القرار والجواب اللي هي الطبقات الغليظة والطبقات الحادة. لازم يكون كمان المعلق في الحد الأدنى من المسؤولية، ودي بقى مهمة جدا جدا، الحد الأدنى من المسؤولية، لأن المعلق مسؤول عن الميكروفون مدة تزيد عن 90 دقيقة. فعلا فعلا. وبالتالي وفي اسر بتقعد تسمعك في البيت وفيها يعني ناس بتبقى قاعده مركزه معاك ومع كلامك، مهم جدا ان انت تنتقي كلامك بالشكل اللي يناسب هؤلاء الناس اللي بيتفرجوا عليك وبيسمعوك، يعني ده شيء مهم جدا. بالظبط كده، لان انا بخاطب فئات الشعب كلها، فلازم يكون الكلام على مستوى الفئات كلها، لازم برضو تنزل للناس اللي هي مستوى تفكيرها قليل شويه، ولازم تتكلم الناس اللي مستوى تفكيرها راقي. دي معادلة بقى اللي يعملها لازم يكون المعلق بيفكر في الاثنين مع بعض، هتتكلم في دي لوحدها مش هينفع، هتتكلم في دي لوحدها مش هينفع. كمان لازم يكون في حد أدنى من المستوى المقبول للكلام، ولازم يكون في نوع من أنواع احترام المشاهد اللي أو المستمع اللي بيتلقى الكلام. فلازم المعلق المسؤول زي بالظبط كده الميديا أو الممثل اللي بيدخل بيوت الناس، لازم كلامه ده بيتفرج عليك ملايين في لحظة واحدة. وفي حاجة اسمها نظرية الغرس الثقافي في الإعلام، إحدى نظريات الإعلام بتقول لك برضو إن الناس كثيف المشاهدة لمباريات كرة القدم أو للإعلام بصفة عامة، بيأثر وبيعمل مردود داخلي ونفسي عندهم، وبيكونوا حاجة اسمها صورة ذهنية داخلية عن الكلام اللي هم بيتفرجوا عليه. فأنت لو اديت لهم قعدت تدي كلام كويس وكلام محترم وكلام فيه مثل ومبادئ وقيم وحاجات كده اثناء التعليق، غصب عنهم هيترسخ عندهم صوره ذهنيه الكلام باحترام، وهيبقى في قابليه ان هم يطلعوا الكلام ده في الواقع. فدي مسؤوليه كبيره جدا، المعلق ده مسؤوليه كبيره جدا جدا، ولازم يكون الكلام منتقى بشكل كبير جدا. اكيد. دكتور رامي بهجت، طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك مره ثانيه على حصولك على الدكتوراه في التعليق الرياضي، وفي الحقيقه هو من المعلقين المميزين جدا استاذ اوسي، في الحقيقه الواحد بيحب يسمعه دايما، فكانت جزئيه مهمه في الحقيقه. لا طبعا هو كابتن رامي الواحد سمعه اكتر مره نموذج الاحترام، فلما الواحد لقاه عامل دكتوراه فانطبقت الصوره يعني. أكيد. فعلا حد محترم، فكون ان حد قدامه ميكروفون ومعاه رساله دكتوراه فاعتقد ان دي قيمه علميه وقيمه واقعيه كبيره جدا يعني. اتمنى ان كل المعلقين في مصر يعني، او دي الرساله اللي لازم بقى حضرتك توجهها للمعلقين بالضبط يعني، انا عايز المعلق اللي يكون موجود تعليق بالادب والاحترام وبالقيم والاخلاقيات، وان انا لا انكر على احد انتمائه باي شكل من الاشكال، اي حد فينا كمصريين من حقه ان يبقى اهلاوي زملكاوي اتحداوي مصر اي حاجه، انت عايز يبقى زي ما انت عايز، بس انت لما تمسك الميكروفون فانت ملك الناس كلها، ملك ال100 مليون مصري اللي موجودين قدامك. صح. لابد ان تقدم لهم صوره محترمه وصوره، اعتقد ان في نماذج ونوعيات من المعلقين الناس كلها بتحترمها من زمان لما كنا بدانا خالص، ويعني المعلقين الاوائل الكابتن محمد لطيف
راجل معروف بزملكاويته، لكن كان الاهلاويه بيعشقوه كما يعشقه الزملكاويه. لما تيجي كابتن ميمي الشربيني نفس الحكايه. عمري ما حسسنا محمد لطيف اللي سمعوه، طبعا احنا سمعناه في المراحل الاخيره، ان هو يعني بيميل للزمالك وممكن يا جمال او يقعد يلقح كلام على الاهلي او يقول كلام يضايق جمهور الاهلي، وعمري ما فعلها ميمي الشربيني، وعمري ما فعلها كل المعلقين، كابتن علي زيور يعني وكل المعلقين، كابتن حسين مدكور، مجموعه، كابتن احمد عفت، مجموعه كبيره جدا من المعلقين الاوائل كان لديهم الادب ولديهم القيمه ولديهم الاحترام ولديهم التقدير، لانهم عارفين انهم ما بيخش البيوت، لان احنا بنشوف الماتش بلسانهم بكلماتهم بعقلهم برؤيتهم هم. فاتمنى ان يحترمونا ويحترم الشعب المصري كما نحترمهم. يحترمونا مهم جدا يعني. طيب في حاجه عايز تضيفها؟ لا خلاص يعني. طيب ده بخصوص ملف التعليق الرياضي. في ملف اخر بقى غايه في الاهميه يا استاذ اوسي في الحقيقه، وانا يمكن خبر كنت علقت عليه في الاخبار اللي كانت معانا، هو خاص بالتحكيم المصري، وخبر يمكن مستفز شويه من وجهه نظري يعني في الحقيقه. بدل 25 ألف دولار يدفعها النادي عشان يجيب حكام اجانب، لا يدفع 50 ألف دولار عشان يحط له عائق ان هو ما يجيبش حكام اجانب ويلجا للحكام المصريين، بدل ما انا افكر ازاي اطور التحكيم المصري. تعليقك ايه بقى؟ قول لي. وده زبده، حاجه تضحك. حاجه غريبه في الحياه يعني. انا طب افرض راح دفع 50000 دولار، يعني هتعمل ايه؟ في انديه قادره ان هي تدفع 50000 دولار، 100000 دولار، واعمل اللي انت عايزه يعني. بفلوسك هجيب اي حد يحكم لي ماتشات، مفيش مشكله يعني. انا بتكلم على ان خلينا نمسك العمليه، السنه دي اكبر عدد من الحكام الاجانب في تاريخ الدوري المصري لم تحصل على الاطلاق. حتى المرحله اللي احنا فيها دلوقتي 22 طاقم تحكيم اجنبي اداروا 22 مباراه في الدوري المصري، ما حصلتش على الاطلاق. وكنا بنقول ان احنا عندنا ماتشين في الدوري المصري بيديرهم حكام اجانب، اللي هم ماتشين الاهلي والزمالك فقط لا غير، وده كان بقرار من المجلس الاعلى للشباب والرياضه ومن وزاره الرياضه بكل مسمياتها، وكانت وزاره الشباب والرياضه بتتحمل تكاليف هذا، لان لا الاهلي بيتحمل ده ولا الزمالك بيتحمل ده، الدوله بتتحمل ده نتيجه لان الاهلي والزمالك يعني هما التوب في الكره المصريه ومعروف مدى الحساسيه اللي موجوده، فكان انت بتحمي الحكم المصري وتبعد عن الجزئيه دي. لكن الحكم المصري كان بيدير كل ماتشات الاهلي والزمالك مع اي فريق تاني. فوجئنا طبعا بما حدث، ان التكلفه تجاوزت حتى الان 8 مليون جنيه. حضرتك لو انفقت ال 8 مليون جنيه منظومه اللي هتتصدر للناس ان يشوفوا ارضيه ملعبك ارضيه عظيمه جدا، ما فيش الحفر، ما فيش لما لاعب يضغط على الارض تلاقي الدنيا طلعت وراه وحاجات، ما زال كل ده اكيد هينتهي، لان يعني عشب طبيعي على اعلى مستوى. في شبكات صرف تستقبل كميات المياه، طبعا مش هيكون في مياه خالص طبعا، لان احنا هنلعبها في شهر 6 وشهر 7، فالامور هتكون الاضاءات، الدخول، الخروج، التامينات، الكاميرات، الشاشات العرض اللي موجوده جوه الملاعب، بوسائل الترفيه اللي موجوده، الخدمات اللي هتقدم للجماهير اللي هيكونوا موجودين سواء في المأكولات او المشروبات او في قبل المباراه او بين الشوطين او بعد المباراه. اعتقد كل الحاجات دي معمول حسابها في اهتمام كبير جدا، لان الدوله المصريه نفسها مهتميه بهذا الامر. فاعتقد عندما الدوله كلها تهتم بهذا الامر، والسيد معالي رئيس الحكومه المصريه الدكتور مصطفى مدبولي مهتم بهذا الامر، اعتقد ان الامور هتكون مختلفه تماما وهتمشي في الطريق الذي يصل بنا في النهايه الى تقديم بطوله نموذجيه تليق بمصر، لا سيما وان هذه البطوله استثنائيه، لان لاول مره الكان ب 24 فريق. فان شاء الله كل التوفيق للدوله المصريه وللرياضه المصريه بشكل عام. ان شاء الله يعني. اكيد نتمنى كل التوفيق لمصر في تنظيم هذه البطوله، وكمان لمنتخب مصر بالفوز بهذه البطوله، وده الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه لكل المصريين. يا استاذ اوسي انا يعني اتشرفت بتواجد حضرتك، وكنت سعيد جدا بهذه الفقره. ربنا يخليك يا كابتن امير، ويا رب دايما موفقين ودايما مميزين، وانا اللي دايما بتشرف بالتواجد على شاشه قناه الاهلي معاك. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا استاذ محمد الاوسي، طبعا الناقد الرياضي الكبير. مع نهايه حلقه النهارده تطرقنا معاه للعديد من الامور على الساحه الرياضيه المصريه بشكل عام فيما يخص النادي الاهلي، الكره المصريه، الرياضه المصريه، كمان تطرقنا لبعض الامور الخاصه بالكره الاوروبيه، شيء مهم جدا، فقره كانت مميزه في الحقيقه، واكيد نتمنى كل التوفيق للرياضه المصريه بشكل عام، وكمان بشكل خاص جدا جدا كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله الحاسمه المقبله في بطوله الدوري. 6 مباريات هيبتدوا بمباراه يوم الاحد الجاي امام النجوم، مباراه تلو الاخرى ان شاء الله تقود النادي الاهلي لصداره بطوله الدوري والحصول على هذا اللقب للمره 41 في تاريخه باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، ومع نهايه الحلقه هسيبكم مع فيلر لنجم كبير من نجوم النادي الاهلي العائدين، هو وليد سليمان. استنونا في حلقه جديده من كلام في الميديا ان شاء الله. الى اللقاء. هو
خليد سليمان وشنطة الاجوان. وكأنه كلمة السر وليد سليمان. وليد سليمان على طريق كريستيانو. وليد سليمان يلقي بكلمة الافتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان.